صباح الفل، اخباركم ايه؟ الدنيا عامله معاكم ايه يا اصحابي حبايبي اخواتي يا اهلي يا جيراني؟ صباح الفل، طمنوني عليكم يا شباب. انتوا ليه ما بتتكلموش معايا في التعليقات؟ وليه ما بتعملوش لايك؟ بعتب عليكم في الحته دي. ولو انت بتشوفني لاول مره اتمنى تشترك في القناه، انا بحاول اقدم لك اي حاجه تسعدك يعني. يلا بينا نتمشى. صف قلبك وذهنك، ما تقعدش تفكر، التفكير هيتعب قلبك وخلاص، هيتعب نفسيتك. ان انت لسه مازلت محلك سر، نفس العمل، نفس الحياة، نفس المكان، كل شيء هو هو. فهتقعد تفكر هتتعب نفسك. لو مش قادر تغير ومش قادر تخرج من الدائرة اللي انت فيها، ارضى بقى باسمة ربنا وقول يا رب عنا على الايام اللي احنا فيها. بس استمتع باشا بالهوا والجو الجميل، الدنيا الظريفة. بصوا الغابة عاملة ازاي يا جماعة، سبحان الله. هدوء يخبل، هدوء يجنن بجد. برضو دايما اقول ايه، نفس القصة كانت في اوكرانيا. من كتر هدوءها كان الواحد احيانا يقول هو وانا ليه عايش في البلد دي. احيانا كنت بقول لنفسي كده، من كتر ما انت مفيش حواليك حد، تمشي في الشارع هادي، تخرج تروح شغلك تلاقي شغلك كل واحد في عمله، ما بيفكرش لا في شغله وبس. تمشي في اي مكان تلاقي نفسك مع نفسك. ما اتكلمش على الاسره، الاسره هي اللي بتسندك في اوقات الفراغ، انا فاهم. ولكن ايه، خلينا نخش الحته دي. معرفش ده ايه، ده كمين يا عم الحاج، طريق كمين لافف وراجع تاني. بص اه والله المطر كان بيمطر النهارده، يا عيني يا عيني انا حبست يا جماعه. انا دخلت الغابه والجو متاخر على فكره، الساعه دلوقتي
الساعة 8:30 و5 ماشي، وتلاقي نفسك دخلت في حتة لوحديها زي دي. المهم المطر كان النهاردة الصبح عمال يمطر بطريقة رهيبة، مطر كتير جدا غزير يعني. وسبحان الله قلت مش هخرج، وانا قاعد كده قلت يا ربي طب وانا هفضل قاعد كده زي البتاع، طب ما انزل اتمشى واتكلم مع الناس اخواتي حبايبي دول الناس المشتركين في القناه. معرفش في بعض منكم زعلان مني ولا ايه، مع ان تعليقاتكم جميله بس في ناس كتير قوي ما بتعلقش. هل بتتحرج بتتكسف؟ يا عم تتكسف من ايه، ده احنا اخوات، هو في فرق بيننا؟ عادي قول اي حاجه في بالك وفي عقلك وفي قلبك، طالما انت راجل محترم ومهذب احنا يسعدنا ويشرفنا ان انت تكون موجود معانا، سواء بايدك الجميله وانت بتعمل اللايك او بتقول تعليقك الظريف. واخدين بالكم؟ يعني مثلا الطريق هنا يعني عاملين لك اهو سرعه بيقول لك ايه 20 كيلو، يعني السرعه هنا في الشارع ده 20 كيلو بس. طبعا الباشا ده ولا 20 ولا 30، ده مديها الحنان يعني، ممكن يكون نسي عادي. الاماكن الداخليه دي على فكره يا جماعه مبقاش فيها يعني عربيات بوليس وتشديد وبتاع، احيانا الناس هنا بتيجي قدام في اخر شارع ده شويه كده بيجوا بالعربيات يقعدوا امريكو ويعملوا في العربيات عمايل سودا عادي، ومحدش بيجي يبص لهم ولا يكلمهم، كل واحد براحته. بس لما بيجي شكوى من الناس بتلاقي الدنيا كلها اتحولت عليك. الشارع ده ممكن يدخلنا بس انا بحسبه مش مسافلت، عشان كده كنت ايه هقول لكم الشارع ده يدخلنا بس مش مسافلت مش هنخش فيه، ولكن لقيته مسافلت الحمد لله. بصوا يا جماعه الصوره في الكاميرا بتبين لك الهدوء، وانت كمان بتحسه وتشعر بيه، واخد بالك؟ والله يا جماعه ببقى فرحان قوي لما انزل اجازه مصر وفي وسط الهيصه والدوشه، وبقول للناس احيانا الله يعينهم في مصر والله، من الزحام ومن الدوشه وحياتنا مكركبه سبحان الله ما تفهمش ليه يعني. الحمد لله والله ما مصر بس، عشان ما اظلمش مصر بس. وبعدين لما بقول كده انا ما بظلمش حد على فكره، انا بقول حقيقه. هتلاقي ده تقريبا في كل الدول العربيه اللي زي حالتنا. وصلت؟ هو ده اللي انا اقصده من كلامي. تحب نخش يمين ولا شمال؟ خلينا نكمل. لا ولا اقول لكم ربنا يجعلنا من اهل اليمين. يلا بينا نخش يمين ونشوف في اليمين ده ايه، ان شاء الله كل خير. في ناس على البحيره قريبه جدا مني، مشغلين كاسيت اهو عالي، وربنا يسعد الناس ويفرح الناس جميعا. بص هقول لك، انا او في الغربه كمغترب، وهتلاقي ناس كتير قوي مغتربين نفس حالتي ونفس الوضع بتاعي ونفس القصص بتاعتي اللي بتحصل لهم بتحصل لي، يعني انا ما فيش حاجه جديده بتحصل لي دون عن المغتربين او الناس اللي متغربين بره بلادهم. في حد ممكن يقول لي يا عم طب وانت ايه اللي زنقك على المرار ده؟ يا حبيبي انت لو في ايدك انت تخرج من بلدك والله كنت خرجت من 200 سنه. فما تقعدش بقى تقول لي ايه اللي جبرك وايه اللي مش جبرك، انت دايما عمال بتدور لنفسك على الصح وعلى المصلحه والعيشه الافضل، فمش هترجع بقى تاني بقى تقعد تكافح بقى وتتعب نفسك وخلاص. الدنيا ما بقتش زي الاول وما بقتش ترجع لورا. في هوا في هوا في هوا في هوا هوا في هوا 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 هوا. اللي انا اقصده ان اليوم اللي بيعدي من حياتك ما بيرجعش تاني يا ابن الحلال، عيش بقى اليومين اللي فاضلين لك بدماغك ومزاجك وحياتك. بص بقى طقم الصعايده دول يا برنس اهو يا باشا. زلنا مستمرين في الرحله بتاعتنا، وانا عندي في البطاريه الله يسامحك يا ناصر خد الدراجه امبارح ولا هان عليه ان هو يجيب لي البطاريه ويقول لي خالد البطاريه فضيت عشان ما تنزلش بكره تلاقيها فاضيه ولا اي حاجه، ولا سال فيا وشكله جه متاخر نام، طلعت خدت منه المفاتيح لقيته نايم ما رضيش يصحيه. فالمعلم ناصر ده بص مجنننا يا جماعه والله والله مجنني، بيعمل عمايل عادي
عشان بحبه بستحمله. انتوا قولوا لي اعمل فيه ايه؟ اعبطه؟ انتوا احكموا على ناصر يا جماعه في تعليق، وهقول له يشوف الفيديو ويشوف التعليقات كمان. هو كده كده بيتابع القناه وعارف ان انا بنزله. شايفين كده؟ خلاص كده خلاص البطارية خلصت. يعني مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده في اللفة الجميلة دي. ماشي، انا بقى بعد كده هيقول لي هات العجلة، اقول له اسف ويزعل او ما يزعلش، هو حر. انا عارف ان هو هيزعل، بس انا عاوزه يزعل احسن ما انا ازعل. يلا الحمد لله، خير خير خير. المهم يا جماعة انا مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده، عشان هبدأ بقى ايه ارجع يعني كده انا بالبدال بقى، بالبدال بقى ايه، ببدل برضه بالبدال. ايه رايكم اربعه بدال؟ يا عم روح انت بتهوى على مين يا ابني؟ انا من غير كهرباء يعني، انت لو ازحت اسحى هتاكلني. ماشي يا شباب، يلا اشوفكم على خير. خلي بالكم من نفسكم، اوعى تدي العجله بتاعتك لحد، انا بقول لك اهو، حتى لو كان ناصر. ماشي، وبعلن من الان يا جماعه الحرب على ناصر. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم يا جماعه.